بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده والمتجدده من برنامجكم رمضان القيم هذا البرنامج الذي يطل عليكم من قناه اثراء الفضائيه واهلا بكم في شهر رمضان المبارك بدايه اسمحوا لي بان ارحب بضيفي في هذه الامسيه الطيبه المباركه الدكتور الشيخ داوود سلمان بن عيسى الامام والخطيب بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه حياك الله يا ابو عبد الوهاب وسعداء جدا بتواجدك اليوم معنا. ونحن كذلك اخ بدر وحياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نتكلم عن مسائل فقهية كثيرة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. فبداية انا اترك لك المقدمة ابو عبد الوهاب. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإياكم وبلغنا رمضان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه ولا شك أن هذا الشهر الفضيل يتعلق به أحكام فقهية كثيرة صحيح. ومنها ما يخص الإنسان نفسه ومنها ما يخص الآخرين فللمسلم أن يتفقه في مثل هذه الأمور حتى لا يخدش صيامه ولا ينقص اجره في هذا الشهر. الكامل. جميل نعم. خلينا نبدا بدايه ابو عبد الوهاب. النيه هي بدايه يعني كل شيء ان تنوي. يعني اكيد النيه في محلها لها محل اكيد وايضا وقتها. نعم. آه النية كما تعلم أخي بدر آه شرط من شروط صحه العبادات. صحيح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فيما صدره الامام البخاري في جامعه. أول حديث في هذا الكتاب العظيم والكتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح البخاري صحيح رحمه الله تعالى وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه النية كما ذكرت لك أنها شرط من شروط صحة العبادة فلا يصح الصيام إلا بنية والنية محلها القلب لا كما يفعل او يظن البعض بان النيه بد ان يتلفظ محلها اللسان ولا بد ان يتلفظ بها يعني عندما انوي ابو تكون النيه في القلب يعني ما هو ضروري ان اتلفظها بلساني لا شك ان النيه هي العزم أه. والقصد قصد الانسان على فعل الشيء فاذا فعل هذا الشيء ينم عن نيته أه لما ترى انسان خارج من بيته ذاهب الى المسجد وسالت الى اين ذاهب سيقولك إلى المسجد لأصلي فنيته موجودة أنه يريد الصلاة وكذلك صيام رمضان لا بد أن تكون له نية في صيام شهر رمضان يبقى الآن عرفنا أن محلها القلب وليس التلفظ فكثير من الناس من يقول نويت أن أصوم شهر رمضان لله تبارك وتعالى وهذا التلفظ لا علاقة له في صحته إنما قصد القلب وعزمه على فعل هذه الطاعة هناك افعال استاذ بدر يفعلها المسلم العبد في ارادته تدل على نيته منها سحوره فسحوره نيه لصيام او فعل هذا يدل على نية لصيام اليوم الاخر وهكذا تكون استحضار النيه امر مهم جدا حتى يستحضر العبد طاعته ويتقرب الى الله فيشعر انه في 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 في, في راحه مع الله تبارك وتعالى عندما يستحضر انه سيصوم ذلك اليوم لله تبارك وتعالى متعبدا لله تبارك وتعالى، لذلك النيه عباده من العبادات صحيح يجوز للمسلم ان يفعل عباده لا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو صحيح. رد اي مردود صحيح فلم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ولم يذكر بذلك دليلا على انه يتلفظ انما هو عزم القلب على فعل الطاعه جميل. يتقرب الى الله تبارك وتعالى جميل اذا النيه بوعد الوهاب ان تكون بشكل يومي كل يوم تنوي بان تصوم هذا اليوم واذا نسيت عبد الوهاب يعني شنو العمل؟ لكن قلت لك أن الانسان الناسي قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما عليه، لكن الافعال تدل على النيه. ذكرنا احنا السحور أن هو دليل هناك افعال تدل على انه يناوي لصيام اليوم الاخر. وبعض اهل العلم قال يكفيه اليوم الاول صيام نية أنه يريد أن يصوم الشهر كله نعم. وهذا ولكن استحضار النية كما ذكرت لك شيء جميل جميل في الإنسان بأنه يتع... يتعايش مع العبادة في كل يوم وليلة جميل خلصنا النية نبي ندخل في الصوم الآن نعم ودنا بعد وهاب نعرف الصوم وبعض الأشخاص يعني للأسف في رمضان يهتم فقط في يعني أن يمنع نفسه عن الأكل والشرب ولكن في أشياء كثيرة مهمة الصلوات ممكن ما يصلونها بعضهم ممكن ما يمنع نفسه عن الالفاظ ويعني اذيه الاخرين وهو صائم بس ممكن ياذي الاخرين هذه اشكاليه كبيره نعم آه عبد الرحمن الصوم والصيام بينهما فرق آه الصوم هو صوم اللسان والصيام هو صوم اللسان والمعدة كما ذكر قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام صيام المعدة وصيام اللسان فهو صيام المراد به في يوم في شهر رمضان واما الصوم فهو الصوم عن الكلام مع الاستمرار في الاكل كما قالت كما قال الله تبارك وتعالى نذرت للرحمن صوما صوم. وهذا تفريق دقيق فقط لا من بيان ان الصوم هو الامساك عن الشيء ولكن ذلك صيام العبد المسلم يجب ان يكون كما ذكر او كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بان العبد في هذا الشهر يغتنم هذا الشهر بصيامه وبصلواته، اذا صام العبد عن الاكل والشرب ولم يفعل العبادات الاخرى كالصلاه فانه اثم في تركه لتلك العبادات ولكنه صومه صحيح لان الامساك عن المفطرات من فجر من الفجر إلى المغرب نعم. صيام صحيح وما ينقص العبد في عباداته ما ينقصها من عدم قراءة تلاوة القرآن عدم الصلاة عدم الزكاة أو عدم الصلوات في المساجد أو شيء من هذا القبيل هذا كله يجرح الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه، بمعنى ان هذا كله يجرح صيام العبد عندما يتكلم بالكلمات البذيئة او يتشاجر مع الاخرين، بل يجب على المسلم متى ما رأى ذلك ان يقول اللهم اني صائم ويذكر نفسه انه متلبس في طاعة. فصومه يجب او صيامه يجب ان يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لا يترك العباد بل يزيدها والقوه تاتي وللاسف استاذ بدر ان كثير من الناس يظن ان شهر رمضان شهر فتره راحه خلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. كانت الغزوات اغلبها كانت في شهر رمضان صحيح. والانسان يتقوى بالصوم على فعل الطاعات وفعل ما يقربه الى الله تبارك وتعالى من قراءه القران والاحاديث وغير ذلك جميل ذكرنا يمكن يعني تعريف الصوم وبعض الاشياء اللي ممكن يعملها الشخص تفسد عليه الصوم لكن اكيد هناك اشياء اكثر من مفسدات الصوم ابو عبد الوهاب نعم وهذا امر مهم جدا ابو عبد الرحمن ان المسلم يتفقه في دينه ويعلم متى يفسد صومه ومتى يصح صومه وتفرق الاشياء اللي تجرح الصيام ومفسده الصيام نعم الذي يجرح الصيام معناته أن صيامه صحيح ولكن ناقص الأجر وأما أه. المفسد الذي يفسد صيامه أه. يفسد صيامه لا يصح صيامه ويمكن أن نقسم كما تعلم أبو عبد الرحمن أن ما ما يخرج من العبد وما يدخل على العبد صحيح. فما يستخدم نستطيع أن نجعلها بهذه الرسمة هناك أمور تتنوع بالاستخراء وهناك ما انواع او نوع من الصيام ما يمتلئ به العبد. فنقسمه الى خمسه اقسام في قضيه الاستغراق. الانسان اذا جامع زوجه او اذا استمنى فهذا يبطل, يبطل صيامه نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجه بان يدع طعامه وشهوته. صحيح. طعامه وشرابه وشهوته. فالطعام والشراب والشهوه تفسد الصيام مم. فهنا أمران الجماع مم. والاستمناء طب الاستمناء طبعا السين والتاء بعد الرحمن اذا دخلت على الفعل تفيد الطلب وسبب بيان هذا الامر ان الانسان اذا احتلم مم. لا يفسد صيامه لانه لم يطلبه, لم يطلبه ولم يطلب الاستمناء يفترق عن الاحتلام فهذا امر يعني غالب عليه بطلب منه بارادته نعم. فما يخرج من الانسان ايضا عند المراه والحيض والنفاس فالمرأة <applause> متى ما كانت نفساء ومتى ما جاءها الحيض فسد صومها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <applause> المرأة إذا دعت فإذا جاءها الحيض تدع صلاتها وصيامها <applause> فهذان الأمران أو هذه الأربعة أمور تستخرج ويبقى الأمر الأخير وهو الاستيقاء الإنسان يضع صبعه في بلعومه أو يشم رائحة كريهة حتى يستفرغ فيستقيها حتى يصعد الطعام إلى المعدة فيحس بالشبع وهذا إذا هو طلبه فهذا يفسد صومه أما إذا تغلب عليه القيء بمرض أو شيء من ذلك فهذا لا يفسد صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه القيء فهذا لا فليتم صومه هذه الخمسة أمور هي تخرج من الإنسان تفسد صيامه جميل وهناك أمران ما يفسد الصيام ما يمتلئ به الجسد وهو الأكل والشرب أو ما يأتي في معناه فكل ما يتحقق به أكل وشرب سواء من الجوف أو من غيره فإن هذا مبطل لصيام العبد فأي شيء يدخل من خلال الجوف والجوف له مدخلان الفم والأنف فهنا يأتي الجواب على هل قطرة الأنف تفطر أو لا تفطر؟ نعم تفطر لأنها مدخل للجوف العبد وأي شيء يدخل جوف العبد يمتلئ بها،, بها المعدة يبطل صيام العبد جميل. إلا بعض الأمور المستثنى سنتحدث عنها في حينها جميل. وكذلك في أي شيء يغذي الجسد يأخذ ب معنى الاكل والشرب كمن ياخذ ابره في جسده ابره المغذي في المستشفى أحضر. هذه بعض بعض الادويه ابو الرحمن تاخذ بمعنى الطعام هي تغذيك شهر شهرين ثلاث لو صح. تقعد عليها بالمستشفى أوه. تضرب هذه الابر ها تستطيع وهو يسمونه نحن الجلوكوز والمغذي وغيره نعم اما اذا كانت ادويه فهذا لا تاخذ حكم الاكل والشرب جميل. اما اذا دخل اي شيء لجسده ليتغذى به فهذا يبطل صيام العبد فهي سبعه امور، خمسه خارجه, خارجة واثنان, وإثنان داخله تملئ الجسد. جميل. الدكتور فضيله الشيخ داود سليمان بن عيسى استسمحك ناخذ فاصل ونرجع من جديد. تفضل. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور الشيخ داود سلمان بن عيسى الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حياك حيا الله أبو عبد الله من جديد حيا أكيد حياك الله تكلمنا عن قبل الفاصل عن المفسدات الخمس للصيام اللي هي الخارجة والمفسدات التنتين أعتقد الممتلئة خلينا نتكلم شوي أبو عبد الوهاب عن الأجر في رمضان هذا الشهر المدرسة التي يجب أن ننهل بقدر المستطاع من من خير وفضل فيها أكيد نعم عبد الرحمن محروم من يفوت لحظة من لحظات رمضان من غير أن يستفيد منه للآخر لآخرته رمضان فرصة لأن يغتنم العبد كل الأجور سواء كان بالصيام أو بالقيام أو بالصدقة أو صحيح. بالزكاة وغير ذلك من الأمور لا شك أن الله سبحانه وتعالى كما قال في سوره الانعام فمن عمل حسنه فله عشر عشر امثالها نعم. اي يضاعف الله تبارك وتعالى الحسنات فمن اهل العلم من قال ان الحسنات تضاعف في شهر رمضان تضاعف في الزمان والمكان ومن اهل العلم من قال ان الحسنات والسيئات تضاعف ايضا الله ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أن الحسنات تضاعف كما وكيفا وأما السيئات فقط تضاعف كيفا والمراد بالكم هو العدد أي الحسنة بعشرة أمثالها وأما السيئة فهي واحدة بمثلها وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده وأما الكيف فهو ثواب العبد متى ما عمل الحسنة فهو له ثوابها ومن عمل السيئة فله ثوابها الان هل هناك ادله في هذا؟ صحيح لم اجد استاذ بدر ادله صريحه مباشره في ان الاجر مضاعف في شهر رمضان ولكن اهل العلم ذكروا بان الاجر مضاعف من الادله العامه كما ذكرت لك انفا بان الله تبارك وتعالى يضاعف للعباد للحسنه عشره امثالها ويضاعف الله مشاهد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ ان العبد يعمل والانسان اجر فقال الا الصيام فانه لي فانا اجزي به فالله سبحانه وتعالى متكفل بالاجر في هذا الامر فمن خلال النصوص العامه هذه الله سبحانه وتعالى او بينها في كتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم دل عند العلماء بانها تضاعف في هذا فلذلك يحذر العبد بان يفعل المعاصي في مثل هذه الازمنه الفاضله وأن يترك العمل الصالح فيها حتى لا يتفوتوا من الأجر العظيم البعض يعمل بعض السيئات يعني في هذا الشهر ويغفل كثيرا أبو عبد عن يعني أهمية هذه هذه الأيام المباركة أكيد و... نعم. فكيف كيف يجرؤ الإنسان وشياطين صوفدتك؟ لا شك أن القرين ملازم للعبد أبو يوسف أبو عبد الرحمن و النفس اماره بالسوء ومرده الشياطين تصفد ولكن الشياطين التي مع الانسان تسول له بان يعمل المعاصي في كل لحظه وهذا ما قسم قسم به الشيطان ليغوي العبد عن صراط الله المستقيم ولكن العبد عليه ان يتذكر انه متلبس بطاعه وان هذا الشهر له فضل وأن حرمة كسر الصيام جهارا وعيانا فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب عليه وهناك مرتبة كبيرة هي مرتبة الإحسان وهي مراقبة العبد نفسه فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل مراتب الإسلام والإيمان والإحسان فقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك, كأنك ترى فإن نعم. لم تكن ترى فإن الله تبارك وتعالى فالانسان عليه ان يحذر من الوقوع في المعاصي في هذا الشهر الكريم حتى لا يكون الاثم عليه. جميل. واعلم ابا عبد الرحمن بان الله تبارك وتعالى له عتقاء في كل ليله، فان اذنب العبد وارتكب معصيه فليبادر بالتوبه فان الله تبارك وتعالى يفرح بتوبه العبد اذا تاب. جميل. ايضا يعني الضابط في القدر على صيام القدرة الاستطاعة قال لا يكلف الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالانسان هو دليل نفسه انه يستطيع ان يصوم او لا يصوم فنستطيع ان نجعل الضابط فيها القدرة الاستطاعة والمفسدة وما تتحقق المفسدة يعني فالانسان قد يرى في نفسه استطاعة ولكن ستترتب عليه مفسدة اكبر بأن يمتنع عن الأكل وصم أو الامتناع عن الأدوية فيترتب عليه مضاعفات لمرضه فلذلك قال الله تبارك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأهل الذكر الأطباء المختصين في تشخيص المرض هل صاحب المرض يستطيع أن يصوم أو لا يصوم فكل إنسان هو حاكم وهو حاكم على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا أوكل أمر الاستطاعة إلى نفس الإنسان ولم يجعل لها ضابط معين ظاهر فأنت أعلم بنفسك من غيرك في صيامك فإن كان هذا الصيام أو قدرتك تستطيع أن تصوم من غير أن تضر نفسك فتستصوم أما إن كان صيامك يضر نفسك قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فالانسان لا يقتل نفسه ويقتل نفسه في تهلكه من اجل انه يريد ان يتقرب الى الله فليعلم المريض او الذي لا يستطيع الصيام او الذي يجد مشقه خصوصا اثناء سفره او غيره فان الله تبارك وتعالى يكتب له الاجر كانه صائم صحيح كما ذكرنا ابو عبد الوهاب في اول الحلقه عن النيه استحضار النيه فلذلك يعني أن تنوي وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تصوم نعم فيكتب الله بإذن الله تعالى لا شك الأجر. من هم الإنسان بحسنة فالله سبحانه وتعالى يكتب له لها يكتب له بها أجرا الإنسان يهم ويحاول أن ينوي على أنه يصوم إن لم يستطع فالله سبحانه وتعالى يعذره جميل نعم. البعض يعني كل البيوت الآن يعني يتواجد فيها من الخدم من يعني ليسوا بمسلمين. نعم. فبعض الناس يعني يقدم لهم الاكل خلال هذا الشهر يعني المنزل كله صائم. نعم. والخدم ممكن يتغدون او يتريقون. ابو آه عبد الرحمن هذه مساله دقيقه جدا ويجب ان آه يعني نفقه المساله فقهيا ان المسلم والكافر كلاهما مطالبون بشرائع الدين الإسلام فالكافر أو الغير مسلم النصراني أو اليهودي أو البوذي كونه ليس بمسلم لا يعني أنه ليس بمطالب بفروع الدين فهو مطالب بأصل الدين ومطالب بفروعه وسيحاسب عليه يوم القيامة ولذلك لا يجوز للغير مسلم بأن ينتهك حرمة الشهر ويجاهر بفطره أمام المسلمين وعليه قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يجوز للمسلم أن يقدم للكافر من الخدم النصراني أو البوذي أو غير ذلك طعاما كونه ليس بصائم هو كونه ليس بصائم لا يعني أنك أنت تعينه على أن لا يتمثل بفروع الدين وهو هذا الامر سيحاسب عليه هو يدبر حاله هو ياكل بين بينه وبين نفسه سيحاسب عليه يوم القيامه ولكن لا ت... لا تكن انت معينا على ان ترضى وهذا ما ذكره العلم كالشاطبي وغيره من اهل العلم وذكره الامام النووي رحمه الله تعالى بانه لا يجوز للمسلم ان يعين الكفار او غير المسلمين ان يجاهروا باكلهم وبكسر صيامهم امام المسلمين، ولذلك ما افتى به العلماء بعدم جواز تقديم الطعام لهم بل هم الذين يدبرون انفسهم بانفسهم. يعني حتى في المنزل نتكلم عن الخير نعم اي نعم هذا انت في بيتك يعني أكل. هي بروحها في المطبخ وهي تسوي إيه لك كيف بروحها تاكل بس ما تكون امامك ولا تجاهر به امام اهل البيت تاكله خف خلسه وخفيه مم. اما امامك وتسوي اكلها وطباخها وامامك هذا ما يصلح هذا لا يجوز شرعا لذلك هي مطالبه كما ذكرت لك باصل الدين وفروعه ولذلك إذا أرادت أن تفطر وتأكل سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه فهم ولا يجوز للمسلم أن يعينها على هذا الأمر فهي تفعل كما أمرتها خفية واختلاس جميل دكتور داود سلمان بن عيسى الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون السامية خلينا نستسمعك نأخذ هذا الفصل ونرجع من جديد مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد عدنا لكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور الشيخ داوود سلمان بن عيسى حياك هيكل الله حياك الله ابو عبد الرحمن سعداء جدا بتواجدك اكيد كذلك ابو عبد الوهاب يعني الشخص المسافر اكيد هناك ضوابط للصيام في هذا الشهر فعندما يسافر الشخص في شهر رمضان ما هي الضوابط التي يجب ان يتخذها؟ طبعا المسافر في شهر رمضان له احكام ولكن على كل مسلم ومسلمه ان لا يتقصد السفر هروبا من صيام شهر رمضان هذه طامه كبرى صحيح. ان يتعمد ان يتعمد ويتقصد ان يسافر في رمضان هروبا من شهر رمضان مه. لانه سيهرب من فضائل كثيره صحيح سيهرب من بركه هذا الشهر ومن اعتق ومن مشاركه المسلمين في هذه الايام فان سافر تتنزل عليه احكام السفر ومنها جواز واباحه الفطره في السفر. كما تعلم ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه عليه وسلم عليه ذكر والصحابه كانوا يفعلون ويقولون بان لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فمن اراد ان يصوم وهو مسافر فله ذلك ومن اراد ان يفطر فله ذلك. فلا اجبار لا على المفطر ولا على الصائم. ولكن يترخص المسلم إن رأى نفسه لا يتقوى في سفره إلا بأن يفطر الآن الحكم الفقهي في قضية متى يفطر المسافر هل في بيته كما وردت بعض الآثار أنه يفطر في بيته أم أنه إذا غادر القرية وهذا الأمر صحيح فيه كما ذكر أهل العلم الشيخ فقيه نجد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بيّن أنه لا بد أن يغادر المسلم قريته وبلده حتى تتنزل فيه احكام السفر ثم يشرع في الافطار ذكروا طيب. بعض يعني في بعض المسافات ممكن ذكروها ولا آه ولا بس مجرد انه يطلع من القريه اللي هو فيها او المدينه اللي هو فيها شوف ابو عبد الرحمن مساله آه متى يكون الانسان مسافر مربوط بامرين الامر الاول هي النيه ان لم تكن هناك نيه سفر كما ذكرنا في القبل فلا يكون مسافرا حتى لو قطع الاف الكيلومترات الامر الثاني انه يغادر القريه عرفا لان ما هو الضابط في مغادره القريه بالعرف ودليل ذلك حديث او كل ما استدل به العلماء والفقهاء هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس ان لما غادر المدينه جمع الصلاه في ميقات ذي الحليفه وذي ذو قريب جدا ما ما يصل الى 86 كيلو بعض اهل العلم قالوا لا هذه قاسوا ثلاثة فراسخ بما يعادل 86 فمن قطع هذه المسافة يتنزع عليه أقول لا العرف هو الذي يحكم متى ما غادر قريته الآن الغالب في الوضع أو في الوقت الحالي أبو عبد الرحمن أن الناس تسافر من خلال المطارات تقريبا نعم والعلماء ذكروا بأن المطار إن كان خارج القرية فله أن يتنزل أو يتنزل بأحكام السفر، ومنهم من قال إذا كان المطار داخل البنيان فلا يجوز له ولكن نقول هذا وقفة أن من الذي يحكم بسفر المسلم؟ العرف ولذلك نقول أنه إذا دخل المطار ثم ختم جوازه فهو خارج البلد عرفاً صحيح لذلك لو تجد تبحث عنه في اجهزه الداخليه والهجره تجد ان فلان فلان بدر العنزي مسافر غادر نعم. غادر القريه وان لم يغادر بعد ما زال هو في داخل المطار الا انه في العرف غادر البلد يبقى الان ما هي فرصه ذهابه وعدم ذهابه العلماء والفقهاء ذكروا الحكم للغالب غالب الناس انها تسافر وحالات استثنائيه تلغى او تتاخر الرحلات فيتاخر او يرد اذا رد خلاص نقول له صل صلاتك او ارجع مره ثانيه وامسك عن الصيام عن عن الافطار حتى تتم صومك. اما اذا غادر وختم جوازه فهو في حكم المسافر والحكم للغالب بعد ان يغادر يشرع في الافطار. اما قبل ذلك فلا يجوز له ان يفطر. فمتى ما غادر قريته تنزلت عليه احكام السفر فمنها ان يفطر وله ان يشوع في الفطر بعد ان يختم جوازه في هذا عاده في اثناء السفر ابو عبد الوهاب في الطياره ننتظر عندما ندخل في هذه المدينه التي نحن يعني متوجهين لها. ها. فننتظر اذانهم ولا ننتظر اذان الدوله اللي احنا فيها؟ الضابط في ذلك هو المنطقه التي تحتنا لا الضابط في ذلك هو غياب الشمس وشروق طلوع الفجر وغروب الشمس هو الضابط في مسألة متى يفطر ومتى يمسك المسلم في صيامه فالإنسان في الطائرة إذا كان يرى الشمس فهو يتم صائما ما لا علاقة في البلد التي خرج منها ولا التي تحته ولا التي سيذهب إليها إنما يرى إن كان يرى الشمس فيجب عليه ان يمسك عن الطعام ويتم صومه اما متى ما غابت عنه الشمس وهو في الطائره فهنا يفطر وتكون تحقق له الفطره في ذلك الوقت جميل ايضا للسحور احكام كثيره خلينا نذكر منها بعض الاحكام اولا ابو عبد الرحمن ناخذ حكم السحور السحور هل هو واجب ام هو سنه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه في السحور بركة صحيح. وهذا من سحوره الإنسان يتسحر حتى ولو يأكل أو يحتسي شيئا من الماء حتى يحقق بركة السحور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صحيح. وسلم ويعود نفسه بأن يأكل ما يعينه على أن يكمل يومه الآخر في صيامه فيأكل مما كان يفعل أهل العلم من التمر الذي يقويه من الامور التي الطاقه التي يستمد بها العبد المسل. فالسحور من السنن نعم سنه وليست بفرض ولكن فيها فضل عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها في البركه. واذا لم يتسحر العبد عمدا فلا اثم عليه لان الانسان ليس بملزم في ان يفعل المسنون والمباح به ذلك نعم. هي تقويه للجسد اكيد ابو عبد الوهاب نعم لا شك ولا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيها بركه الا ويبارك العبد في جسده شنو ممكن ومت... يعني شنو الاشياء اللي ممكن تسحرها يعني سنة الرسول عليه الصلاة والله ابو عبد الرحمن هذه لازم ناخذها حق الاخصائيين الغذائيين وغالبا غالبا ما ياخذون من الامور شنو كان يسحر الرسول عليه الصلاة والله التمر, التمر والخبز وغيره والخبز. من الإدام يعني ما ذكر كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج عن ولم كان يفرط في الاكله كان اكله في شمائل الترمذي حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه <applause> وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه كانت تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يمر الشهر وشهر أنه فكان يتفطر على رطب ولم يذكر شيء من السحور غير أن العبد يأكل من الخبز لأن الخبز والكربوهيدرات تستمر في المعدة أطول من غيرها في الآن العلم الحديث الآن يقولون أكل موز يعني يساعدك على العطش والله كثير من الامور تاكل موز تشرب ماي مع لقاح تشرب تاكل روب هذه كل الامور تخفف عليك تخفف. خصوصا اذا نعم. انت كنت في اجواء حاره صحيح. مثل دول الخليج العربي وغير ذلك جميل ابو عبد الوهاب اذا يعني بعض الاشخاص يعني في يكون مثلا في مانع يمنع عن الصيام مرض ممكن او ف يعني اكيد في كفاره يعملها نعم إذا كان في إذا كان في مرض اقصد يعاني نعم آه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن رحمة الله تبارك وتعالى على المسلمين أن جعل ل آه المسلم الذي لا يستطيع الصيام بأن يكفر عن ذلك بإطعام عن كل يوم مسكينا كما ذكر ابن عباس في كل يوم نصف الصاع ونصف الصاع بما يعادل كيلو وربع او كيلو ونصف فالصاع كيلوين ونصف الى ثلاث كيلوات نصفها كيلو ربع او كيلو ونصف وذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى بان المسلم ان يتخير في كيفيه الاطعام فانا مريض والمرض نوعان مرض يرجى برؤه ومرض مزمن. فالمرض الذي يرجى برؤه فهذا لا يكفر ولا يطعم. انما الله تبارك وتعالى قال: فعده من ايام اخرى. إن كان منكم مريضا او, أو على سفر فعدة من ايام اخرى. واما المريض مرض مزمن. عافانا الله واياكم والمشاهدين من مصاب من هو مصاب بالسرطان. او مصاب بمرض السكر او مصاب بامراض مزمنه غير ذلك من الامور التي لا يستطيع وهي متزامنه مترتبة وليس لها علاج فهذا او الشيخ الكبير الذي لا يقرا والهرم الذي لا يقوى على الصيام فهنا مامور بان يكفر عن ذلك كما ذكرت لك ان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال للمسلم ان يتخير في كيفيه الكفاره جميل. اما بأن يجمع ثلاثين شخصا ويطعمهم في يوم واحد سواء كان في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه أو أنه يعطيهم من القوت ما يعادل كيلو ربع أو كيلو نص من الرز له فيطعمه ويوزع ولا إشكال في أن يقدمها في أول رمضان أو يؤخرها في آخر جميل رمضان. نعم. دكتور الشيخ داود سلمان بن عيسى أساس ناخذ هذا الفاصل ونرجع من جديد حياكم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم جديد أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور الشيخ داود سليمان بن عيسى الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حياك الله أبو عبد الوهاب من جديد للتحية أكيد عبد الوهاب حكم النفساء اللي دخل عليها رمضان وعليها قضاء من رمضان اللي فات نعم هذا يسأل عنه كثير من النساء أبو عبد الرحمن ومنهم من تسوف ومنهم من يغلبها الأمر <applause> فتكون حامل في شهر رمضان وبعد ذلك تضع الأبناء وتكون نفساء وعليها قضاء من رمضان فيدخل رمضان الق... الذي بعده وهي لم تقضي, تقضي إلا عليها اختلف أهل العلم في حكم أو ماذا تفعل أو ما على المرأة النفساء في ذلك على قوله قول قال أنها تقضي فقط ما فاتها من رمضان الماضي ورمضان القادم ومنها من قال لا تقضي الصوم الذي فاتها مع كفارة استدلالا وبأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويحتج بفتوى بأن عليها كفارة بسبب تسويفها وتأخيرها صيام هذا اللي هي فيه تصوم أبو عبد هي تصومه واذا هي طبعا هي دخل عليها رمضان وما قضت عليه رمضان فبعد ما تنتهي من هذا الشهر عليها ان تقضي وتطعم عن كل يوم لم تصمه بعد ان دخل عليها رمضان الاخر. تطعم 30؟ تطعم عن كل يوم. كل يوم. يعني مثلا 10 ايام او 20 يوم كانت فاطره، قد تكون هي صايمه بعضه وافطرت بعضه، فهي عن كل يوم فطرته ودخل عليها رمضان ولم تقضي تقضيه وتطعم عن ذلك اليوم. وبناء كما ذكرت استدلالا بفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكما تعلم ان الاستدلال بهذا الفتوى هي خلاف عند اهل العلم وهي حجه هل قول الصحابه حجه او ليست بحجه وهو خلاف عند اهل العلم بين منهم من قال انه ليس بحجه والاصل فيه اتباع الكتاب والسنه ومنهم من قال لا ما جاء عن الصحابه من اقوال وافعال ليس لها معارض فيها ضوابط ليس لها معارض من الصحابه ولم تخالف دليلا من الأدلة يجب بل هي حجة واجب العمل بها وهو الصحيح من كلام أهل العلم فعلى المرأة أن تقضي ذلك اليوم وتدفع عن كل يوم نصف الصاع كما ذكرنا آنفا بكفارة الطعام فالكفارة تطعم عن كل يوم نصف صاع كيلو ربع أو كيلو ونصف رز إضافة إلى أن تقضي ذلك اليوم نعم وإذا شخص مسافر ونسى بواد الناس كما ذكرت لك دكتور أبو عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه فالإنسان كان مكرهاً أو كان ناسياً أو خطأ منه فلا يحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى وليس عليه أن يطعم بل فقط يقضي, فقط يقضي, يقضي, الأيام. يقضي الأيام بعد انتهاء, بعد انتهاء رمضان, رمضان. نعم. جميل طبعا الصيام يبدا دائما في الدوله التي نكون فيها لكن مرات ناخذ يعني يعني القرار او من الدول المجاوره بحكم انهم راوا هذه مسألة حساسه جدا ابو عبد الرحمن وهي م. مساله مرهونه برؤية الهلال وصحيح في ذلك والله اعلم ان المسلم مثلا في الكويت صحيح وبجواره المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ونحن معهم بمطلع واحد الضابط في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن كنا بمطلع واحد ونحن في الكويت مثلا لم نجتهد في رؤيته وهم اجتهدوا في رؤيته ورأوه فلا يجوز لنا أن نعتمد على الرزنامة لمن رأى ال الهلال وأعلن بصومه فنحن هنا نتبع من رأى الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم وأفضل رؤيتي بعض الفقهاء كالمالكية وبعض بلاد المغرب يقومون على التقويم ولا يقومون على رؤية الهلال وهذه مسألة عند الفقهاء ولكن الصحيح هو ثابت في التقويم ولا ها في التقويم يكون ثابت ولا على حسب؟ بعض بعض الدول تاخذ بمذهب التقويم، يعني ينظرون مم. الى التقويم التاريخ التاريخي او الهجري الهجري وغير ذلك من امور بحسبه معينه بطريقه معينه ولا يعتمدون على النظر الى الهلال مثل ما ذكر كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. <applause> وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلاله بانه من من راه وجب عليه صومه. وكوننا نحن بمطلع واحد فعلينا أن نأخذ بمن رآه ولا نأخذ بالتقويم فهذا ضابط يحل إشكال كبير من هذه المسألة جميل تقريبا وصلنا إلى الختام شهاب كلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين نعم والله يا أبو عبد الرحمن يعني في مثل هذه الظروف على المسلم أن يذكر نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى وأن يغتنم فرص رمضان فإنها لا تعود وشيء منتشر في المجتمع بالقل المجتمعات كاملة بأسرها وهو الهاتف النقال صحيح. هذا الهاتف النقال يا أبو عبد الرحمن آه الإنسان آه قد يمضي وقتا في آه آه قضاء لعبة قد لا تنفعه بل تضره صحيح. فيما فيها من آه تضييع للوقت و. تجد بعض الناس وقته بدل أن يجعله في العبادات في العبادات أو نعم. في تلاوة القرآن صحيح. يعني لابد يتنافس المسلم مع أخيه المسلم في عدد ختمات القرآن في هذا الشهر أقدر أخلي لي ورد أبو عبد الوهاب في في التلفون مثلاً بالإضافة إلى القرآن لا شك ولا ريب أنت تقرأ الورد الإنسان ما يكون ما يمر عليه يوم إلا وقارئ هذا الورد نعم. ويجعل له في هذا الأمر ختمة القرآن ويمشي الإنسان ليس بملزم بأن يلتزم بمصحف معين إذا بدأ فيه يجب أن ينتهي أو يكون ختمته منه بل يستطيع أنه لأن العبرة بتلاوة القرآن نعم. لا من أين قرأه نعم. فالمسلم بدل أن يأخذ هاتفه ويشغل نفسه بلعبة تضيع نفسه وتضيع وقته ويفوته الأجر العظيم عليه أن يذكر ان هذه الاوقات الاوقات النفيسه على المسلم ان يغتنمها. يستغلها هذا من جانب الجانب الاخر وهو استعداد المسلم لعيد الفطر لا. نجد كثير من الناس وهذا في الأونة الاخيره ابو عبد الرحمن قلبه يتقطع ان يريد ان يهرب من العيد ومصاريفه بالسفر ف يقضي رمضان قبل العيد بيوم أو يومين يسافر هربا من التزامات وشراء واستعدادات العيد التي قد يقول هو تهلك أو كبيرة على عاتقه أقول كيف أنت تسافر وتكلف نفسك من الأموال التي تسرف فيها من وتضيع من فرحة تشتمل مع الأهل والأصدقاء والمجتمع الذي أنت تعيش فيه، بل تحيي في أبنائك فرحة العيد بالتواصل مع أهلهم وجيرانهم وأهل بيتهم بالصلاة في مصليات العيد وغير ذلك من الأمور، وهذا يجب على كل مسلم ومسلمة. وكل راع أن يفقه أبناء بأحكام العيد وكيف يلتقي مع أصحابه وأن هذا يوم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرح به ويظهر الفرح باللباس بأفضل ما عنده ولا يتكلم لا يتكلف المسلم بأن يشتري كل شيء فوق طاقته جميل. نعم. كل الشكر للدكتور الشيخ داوود سلمان بن عيسى الامام والخطيب بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اسعدتنا ابو عبد الوهاب في هذه الحلقه جزاك الله خير على تواجدك اليوم معنا حياك الله بعد عبد الرحمن وانا سعيد بذلك طيب. يا الله تبارك أن ينفع بما قلنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وسلم الى هنا مشاهدي الكرام وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم باذن الله تعالى في حلقات اخرى متجدده الى ذلك الحين كونوا بخير في امان الله